شكرا. ليلى. عارفة حكاية الإيفل بابلز؟ هو البابلز ممكن تكون إيفل؟ أكيد طبعا. طب بص بقى، في يوم ظهرت بابلز في كل العالم، ولأنها كانت حاجة جديدة كل الناس كانت عايزة تجرب تعيش جواها. وفجأة ظهرت بنت من غير بابل. البنت دي كان شعرها كيرلي زيك كده بالظبط. كانت بتتمنى كل أصحابها يخرجوا من البابلز، علشان كده فكرت تجمعهم كلهم في عيد ميلادها. وعيد ميلادها الأسبوع اللي جاي زيي. أيوه بس يا خسارة، جم برضو جوه البابلز في حاول التاني. كانت الوجبة بتاعتها ايه؟ انها عمرها ما بتعيش في بابل.